أخبار اليوم. سيد عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة. سيد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة. سيد عميد كلية التربية الرياضية بنات الإسكندرية. سيد عميد كلية إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية. سيد عميد كلية الصيدلة جامعة أسيوط. سيد عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس. سيد عميد كلية الطب البيطري جامعة الأسيوط. نستأذن السادة رؤساء الجامعات للنزول إلى